يا شايخ ما هو بقطع الصك شاف اللي ما شاف يا لا يكون الله كفادونا ماني مالي بصك انقطعني من رجاخ اللي والنفس في خدمته ما هي بممنونة أطاع على الشوك كأني واطيا زالي وضيق لا منك النام بعيونه. يقول يا شيخ ما هو بقطع الصك شف اللي ما شف يلا يكون الله كفى دونا مالي بصك انقطعني من رجا خلي والنفس في خدمته ما هي ممنونة أطى على الشوك كني واطي زلي وضيق له من كل النام بعيونه والله لو انك بتفزع وتفطل لي ما تقطع الصك وانك تعترض دونا. الله يرحمه يرحم امواتنا واموات المسلمين. تفضل يا فواز.